نخلص من رمضان من اكل اللحمه لازم نخش على الفسيخ زي شم النسيم بالظبط. برضه هي الاسعار عاليه بس احنا برضه بنشتري مفيش مشكله يعني. لا ما فيهاش اختلاف كويس. لا هي نفس الاسعار بتاع شم النسيم برضه، هي نفس الاسعار 70 80 150 بس هي نفس الاسعار دي. اللي كان ما بيشتري بقى بشم النسيم هي نفس الاسعار اللي بيشتري بقى دلوقتي. طبعا بتختلف من موسم للتاني بس هي يعني لغايه دلوقتي السنه دي الاسعار مستقره بالنسبه لنفس اسعار شم النسيم يعتبر، وساعات بتبقى اقل شويه يعني. دلوقتي مثلا في سيخه تروح 180 190، في مثلا اعلى حاجه خالص مثلا لو متنضف فيليه او كده بيبقى 200 جنيه. اسعارها في متناول العادي يعني 60 و65 و50 كده. الكيلو عامل 70 جنيه سردين بلدي كبير، والملوحه عامله 150 ملوحه بلدي كبيره. اقبال طبعا ان ده عيد الفطر، الناس طبعا طلع من صيام 30 يوم، وطبعا بزياده الاقبال على اللحوم والدواجن والخضروات وبتاع بيحب يغيروا الاكل بتاعهم فبيلجأوا الى الاسماك، وده عيد موسم سمك سواء سمك اخضر او سمك مملح او رنجه مدخنه، شيء طبيعي الناس بتقبل على الاسماك عموما بعد صيام